اهلا بيكم يا اصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة. الفيديو ده بيعتبر بطريقة او باخرى تكملة للفيديو السابق، ومن لم يراه اعطيه فكرة ان بوبي فيشر كان لديه 20 فوز متتالي اثناء تصفيات بطولة العالم سنة 1971، فهو في المرحلة التمهيدية فاز باخر 7 ادوار، ثم تقابل في دور الثمانية مع تيمانوف وهزمه 6-0، ثم لارسن في دور الأربعة وهزمه 6-0، يكون مجموعه 19 فوزا متتالي، عندما قابل بتروسيان في الدور قبل النهائي وفاز في المباراة الأولى، ليصبح رصيده 20 فوز متتالي بدون هزيمة أو حتى تعادل، وهذا رقم أسطوري ربما لن يكسر فيما بعد، ولكن بتروسيان أفسد عليه متعته لأنه فاز عليه في الجولة الثانية لينهي سلسلة فوزه عند 20 فوز فقط. وتطرقنا في الفيديو السابق على الأجواء المحيطة بهذا الدور، حيث أن بتروسيان كان ممثلا للكترة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي، ويعتبر فيشر كأنه ممثلا للكترة الغربية بقيادة أمريكا، ولكن فيشر لا ينسى ثأره أبدا. وبعد هذه الهزيمة في الجولة الثانية تعادل في 3 جولات، ولكن في الجولات الأربعة التالية فاز لكي ينهي هذه التصفيات لصالحه 6.5-2.5، وبذلك لا داعي لتكملة التصفيات حتى الدور الـ12. والدور الذي سنراه هو أحد أدوار الجولات الأربعة الأخيرة، وهو الدور الثامن، وهذا الدور مشهور جدا بين المدربين، فهو دور يدرس من الناحية الاستراتيجية، يضم العديد من مبادئ الشطرنج وخاصة الموقفية، أثبت فيها فيشر أنه أستاذ ويستحق الفوز، بينما بتروسيان ناضل بكل ما فيه من قوة ولكن لا فائدة، إن فيشر عاد لينتقم. وقبل أن نرى الدور أريد أن أشير إلى أحد العوامل الاستراتيجية الراجحة، فالموقف الذي أمامنا كل من الأبيض والأسود لديه 4 بيادق، ولكن الأسود لديه 3 بيادق في جناح الوزير أمام 2، وهذا يسمى أن الأسود لديه أغلبية في جناح الوزير، بينما الأبيض لديه أغلبية في جناح الملك، ولكن أغلبية جناح الوزير أفضل كثيرا من أغلبية جناح الملك، فعادة يتم التبييت في هذا الجناح والملكين يكون بجوار بيادق جناح الملك، بينما تقديم الأسود لبيادقه في جناح الوزير ثم التكسير، وبنفس الخطة يسير الأبيض، ولكن أهمية جناح الوزير أن الأسود سيكون بيدقه السالك بعيدا عن الملك الأبيض المدافع، بينما الملك الأسود قريبا جدا من بيدق الأبيض، ولذلك فإن أغلبية البيادق في جناح الوزير تكون عادة عامل مرجح بشرط أن نصل إلى مرحلة نهاية الدور. والآن هيا نرى انتقام فيشر الرهيب، ولكن بجانب القصة التاريخية فإن هذا الدور يعتبر كنزا لمن يسعى لمستوى أعلى وخاصة في استراتيجية الشطرنج، أما إذا أردت أن تراه للمتعة فقط فهذا يكفي أثناء بقاءنا الإجباري في المنزل. الدور ده بتبدأ فيه مناورات من النقلة الأولى، لأن بعد بداية بتروسيان بD4 نايت F6 C4، هنا فيشر يستطيع لعب G6، ولكن بذلك بيدخل في احد دفاعات بتروسيان المفضلة، دفاع هند الملك التي كانت قوته فيها تزداد للضعف، ولذلك لم يلعب G6 ولعب E6 نايت F3 D5. بندخل فيه احد تفريعات جنبية الوزير المرفوض، والابيض كمل نايت C3، وفيشر لعب النقلة المحررة C5. هنا بتروسيان لو لعب C takes D5، الاسود دول الاختيارين، اما لعب النايت D5 ويدخل في الخط الرئيسي في نصف طراش، او ياخد بالبيضة وندخل في تفريع طراش المعتاد في جنبية الوزير المرفوض، وده اللي بيفضله فيشر، ولذلك بتروسيان لم يأخذ وانما لعب E3 نايت C6 A3. بالنقلة دي بتروسيان بيعلن انه هيكسر على المربع C5، وبعد الاخذ بالفيل هيلعب B5 ويبدأ هجومه في جناح الوزير،
ولكن فيشر سبقه ولعب النقلة الرائعة نايت اي 4. وهنعرف ليه هذه النقلة قوية، لان بعد كوين سي 2 فيشر كمل نايت تيكس سي 3 بي تيكس سي 3، وبكده اصبحت نقلة الاي 3 كأنها مضيعة للوقت. لاحظ المناورات واللعب العميق من النقلة الاولى. على اي حال فيشر كمل بيشوب اي 7 بيشوب بي 2 كسل، وهنا بتروسيان لعب بيشوب دي 3. بيعبق الفيل بتيمبو لمهاجم البيضة اتش 7، والاسود مضطر انه يضعف موقف جناح الملك ولعب اتش 6 كسل نايت اي 5. فيشر هذه المرة بيضغط على بيضة السي 4 وعاوز يجبر بتروسيان على الاغز، ولكن بتروسيان رفض وكمل نايت دي 2 بيحمي البيضة. وبعد دي سي 4 نايت سي 4 نايت سي 4 بيشوب سي 4، الفيل ابتعد عن الوتر الخطر وهجوم الابيض فقد الكثير من قوته. وفيشر كمل بي 6 اي 4 بيشوب بي 7، ودلوقتي الرخ في طريقه للمربع سي 8 لكي يواجه الوزير على نفس الوتر، وبتروسيان مضطر لتحريك الوزير مره اخرى للمربع اي 2. وفيشر كمل كالمعتاد رك سي 8. وصلنا الى موقف فاصل في الدور، الاسود طالب يكسر على المربع دي 4، وبعد الاغز الاسود بيكون له اغلبية بيادق في جناح الوزير امام ان الابيض بيسيطر على الوسط والموقف متساوي، او ربما الابيض يتطوع بلعب نقلة زي الدي 5 ويسلم للاسود بالاغلبية في جناح الوزير امام ان الابيض هيكون له بيدا سالك قوي في الوسط. ودي حرب الاستراتيجية اللي بدأت من النقلة الاولى. على اي حال بتروسيان ملعبش الدي 5، انما لعب نقلة سيئة بيشوب بي 3، وبكده فقد سيطرته على المربع بي 5. وفيشر الماكر انتهز الفرصة فورا ولعب بي 5. بعد السماح بهذه النقلة اصبح الاسود يتمتع بحرية كبيرة، وفيشر بيحوز بهذه الحرية الفرصة لكي يندفع ببيادقه للامام في جناح الوزير. لكن لماذا الوزير لا يأخذ البيضة؟ لأن الأسود هيلعب ببساطة كوين تيكس اي 4، وتم تبديل بيضة في الجناح أمام بيضة قوي في الوسط، والأسود أيضا بيهدد بالأخذ على المربع دي 4، وبعد الأخذ هيتم تدمير هيكل بيادق الأبيض، والأسود له أفضلية كبيرة. إذا بتروسيان لا يستطيع أخذ البيضة، وإذا حاول لعب النقلة A4 هتكون أيضا نقلة سيئة للغاية، لأن الأسود هيلعب فورا C4 طالب الفيل، والفيل بيتراجع، وهنا الأسود بينتهز الفرصة للعب B4 CB4 بيشوب B4، والأسود أنتج بدء سالك متقدم في جناح الوزير، ولما يتقدم للأمام هتزداد مزايا الأسود في الدور وربما في طريقه للفوز. وبتروسيان امام هجوم الاسود في جناح الوزير حاول القيام بهجوم في جناح الملك بالنقلة F4، وهذا الهجوم لم يستطع ان يطوره ابدا، بل ان هذه النقلة كما سنرى اضعفت موقف الابيض وخاصة في الوسط. وفيشر كمل بنقلته الدقيقة كوين B6 الوزير والملك على نفس الوتر، وطالب التكسير وكذلك طالب التقديم في جناح الوزير. وبتروسيان ابتعد عن الوتر ولعب كينج اتش 1. لو بتروسيان ملعبش كينج اتش 1 وحاول يكمل هجومه في جناح الملك بنقلة زي الاف 5 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيلعب ببساطة سي 4 بيشوب سي 2، وهنا هيلعب اي 5 مستغل الربط البيضة دي 4 على الملك، والاسود له ضغط مزعج جدا على وسط الابيض. على اي حال بتروسيان ملعبش الاف 5 انما لعب الكينج اتش 1 وبيستعد للهجوم في جناح الملك. وهنا بنصل لقاعدة بتقول اذا كنت بتواجه هجوم في احد الاجنحة فلابد ان تقوم بهجوم مضاد في الوسط، وبالفعل فيشر لعب سي تيكس دي 4 سي تيكس دي 4، وهنا جاءت النقلة الرائعة بي 4. بيأكد اغلبيته في جناح الوزير
وكذلك له التهديد التكتيكي ببيشوب اي 6 طالب الوزير ومن وراء الرخ والاسود هيفوز، ولذلك الابيض مجبر على الاخذ لفتح العمود امام الرخ ومنع البيشوب اي 6، وفيشر بيكمل سيطرته ببيشوب بي 4. بعد هذه النقلة الاسود اصبح له بدأ سالك في جناح الوزير، وهتكون الخطة الرئيسية هي تكسير القطع والاستفادة من وجود هذا البدأ السالك بعيد عن متناول الملك الابيض. وبتروسيان كمل دي 5 بيحاول ما امكن تنشيط الفيلين للمهاجمة في جناح الملك، ولكن هيهات لان فيشر كمل بنقلته الرائعة بيشوب سي 3 بيجبر تكسير الفيلين وبتخلص من انشط قطعة في معسكر الابيض. وبعد بيشوب سي 3 روك سي 3 الرخ ايضا بيغزو معسكر الابيض وطالب الفيل الذي لابد ان يتراجع الى الاي 2 لكي يظل مسيطرا على التوتر في الوسط، ولكن بتروسيان اخفق ولعب بيشوب سي 2. بتروسيان ما زال بيأمل في هجوم في جناح الملك، ولذلك ترك بيدق في سبيل تطوير هجومه في جناح الملك، ولكن هذا الهجوم لم يكن اكثر من سراب. وفيشر كمل اي تيكس دي 5 وبتروسيان حاول ايجاد لعب مضاد ولعب اي 5، لان امام تضحية بيدق الابيض فتح وتر هام في اتجاه الملك الاسود، وبدأ الاف مع بدأ الاي مستعدين للتقدم وانتاج بدأ سالك في الوسط. ويبدو ان بتروسيان تنفس الصعداء اخيرا، لكن فيشر كان له رأي اخر وكمل روك اي 3. فيشر بيبدأ مطاردة القطع البيضاء كوين دي 2 دي 4. بعد هذه النقلة تمت السيطرة للاسود والخطة اصبحت واضحة وهي تكسير القطع والفوز سواء بالبدأ السالك دي 4 او بالبدأ السالك اي 7. وايضا هذه النقلة بتفتح وتر هام تجاه الملك الابيض وبتمنعه من تقديم بيدقه واستكمال هجومه المزمع. وبتروسيان كمل روك بي 1 طالب الوزير، وهنا جاء خطأ فيشر الوحيد وكان من الافضل ان يذهب للمربع سي 6 بالتهديد الخطير بلعب الدي 3 طالب الفيل وبيترك الرخ، لكن الوزير لا يستطيع الاخذ والا هيترك مراقبة المربع جي 2 والكش مات في الطريق، بينما ايضا الفيل لا يستطيع الاخذ والا الرخ ياخده، والوزير لا يستطيع اخذ الرخ لانه مسؤول عن حماية المربع جي 2، ولذلك النقلة الوحيدة هي تراجع الفيل. وهنا الاسود بيأكد فوزه بروك اي 2 طالب الوزير وبيمنعه عن حماية المربع جي 2، والفيل بالطبع لو اخد هيمنع الوزير عن حماية الجي 2 وهيتلقى المات. ولكن فيشر لم يلعب النقلة القوية كوين سي 6 واستبدلها بالنقلة الضعيفة كوين اي 2. على اي حال الابيض هنا عنده فرصة سانحة للدفاع القوي بالنقلة روك اف دي 1، ودي بتمثل افضل دفاع رغم ان الابيض هيفضل مقيدا لكن مازال متماسك وله امل في الدور. على اي حال بتروسيان بدوره لم يلعب النقلة الصحيحة روك دي 1 واستبدلها بالنقلة الضعيفة روك اف 2 بيحمي المربع جي 2، لكن هنا ادى الفرصة لفيشر للدخول برخ الاخرى بروك دي 8. وبتروسيان مرة اخرى لاحظ ان البيدق جي 2 مربوط امام الفيل وهو يريد تقديمه للامام، ولذلك لعب كينج جي 1، ولكن فيشر قضى على كل اماله بالنقلة الرائعة بيشوب اي 4 ومجبر على التكسير، وبكده الاسود تخلص من القطعة المهاجمة الوحيدة في معسكر الابيض. وبعد الاخذ انتهت كل امال الابيض في الهجوم واصبح عليه الدفاع امام البيدق السالك دي 4، وخطة فيشر هي التخلص من القطعة الثقيلة والذهاب الى نهاية الدور فائزة. على اي حال بتروسيان كمل اتش 3 والاسود في كل نقلة بيقترب كثيرا من الفوز. وبعد دي 3 فيشر بيتبع القاعدة الذهبية وهي ان البدأ السالك لابد ان يدفع للامام، وبتروسيان بيدافع يائسا بروك بي 3، لكن فيشر بيزداد قوة بكوين سي 4
وبيحسب الامور، لان بعد روك بي 2 فيشر كمل باحد النقلات الهامه روك دي 4. الثلاث قطع بيطلبوا البيدق الضعيف اف 4 اللي محمي فقط بقطعتين، ولذلك الابيض مجبر على لعب الجي 3. وبهذه النقله اصبح موقف الملك الابيض بيزداد ضعفا، وبدات المناورات النهائيه بروك دي 5، والابيض ليس لديه نقلات ذات مغزى وكمل كينج اتش 2 روك بي 5. بيسعى لتصفيه الرخين والتخلص من القطع البيضاء النشطه، وبالطبع التكسير هيجعل مهمه الاسود اكثر سهوله لوجود بدائين سالكين، ولذلك الرخ ذهب للمربع اي 2 طالب البيدق اي 7، وفيشر قوى موقفه اكتر بروك بي 1. بيحتل الصف الاول وطالب الروك اي 1 والتهديد بالمات، ولكن اذا تهور الابيض ولعب روك تيكس اي 7 الاسود هيستغنى عن وضع الرخ على المربع اي 1 وهيكمل بالنقله الفائزه روك اي 2، ولابد للابيض من التكسير، وبعد الاخذ الاسود هيرقي ويفوز بسهوله. ولكن بالطبع بتروسيان لم يتهور وكمل بالنقله الدفاعيه جي 4، وهنا فيشر تقريبا انهى الدور بروك اي 2 طالب الوزير وبيربط الرخ الاخرى على الملك. الاسود بيجبر التكسير، ومثل هذه المناورات بنسميها استبدال احد الميزات بميزه اخرى، لان الاسود في الحقيقه هيضحي بالبيدق السالك دي 3، ولكن من اجل تبسيط الموقف والوصول الى موقف فائز في نهايه الدور. وبالفعل بعد روك اي 2 دي اي 2 كوين اي 2 الاسود فاز بكوين اف 4 تشيك كينج جي 2، وهنا جاءت النقله الرائعه كوين دي 4 طالب الكوين جي 1 تشيك والمات في الطريق، والابيض مجبر على لعب كوين اف 2 بيغلق الوتر كوين دي 4 تشيك كينج جي 3 كوين اي 5 تشيك. وفيشر اصبح متفوق ببدائين منهم بدأ سالك والفوز في منتهى السهولة، وبتروسيان وجد ان لا جدوى من المقاومة ولذلك سلم. وبكده تم الانتقام لفيشر، ولكن اي انتقام، انه انتقام الابطال. وبعد هذا الفوز اصبح فيشر مؤهل لملاقاة سباسكي على بطولة العالم، ولكن هذه قصة اخرى ربما نتناولها في الفيديوهات القادمة، ولكن حاليا ابقى في المنزل. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.